بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 44. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة له ولعقبه. فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرا فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد، تقدم لنا في الهبة أنه إذا وهبها وقبضها الموهوب له فإنه لا يجوز للواهب أن يرجع فيها، ونفر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأن من يرجع في هبته فهو مثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وهذا الحديث في العمرة والرقبة. العمرة معناها أن يهب له شيئا مدة عمره، لا يهب له شيء مطلقا، وإنما يهب له شيئا مدة عمره، بأن يقول هذه لك مدة عمرك أو مدة حياتك. تسمى عمرة لأنها معلقة بالعمر. فهل هي مثل الهبة المطلقة لا يجوز له الرجوع فيها، وهي للموهوب له في حياته وبعد موته تكون لوراثته على ما هو الحكم في الهبة، أو أنه يؤخذ بظاهر اللفظ فإذا انتهى عمر الموهوب له ترجع لصاحبها، أو أنه إن شرط رجعت إليه وإن لم يشترط لم ترجع؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. قول الأول أن العمرة، وتسمى الرقبة أيضا لأن الواهب يرقب حياة الموهوب له، يرقبها متى يموت. قول الأول أن العمرة والرقبة لا ترجع إلى صاحبها مطلقا على ما هو الحكم في الهبة، أنه بعد قبضها لا ترجع إلى صاحبها. والقول الثاني أنها ترجع إلى صاحبها عملا بالشرط، لأنه قال عمرك، هذه هبة لك مدة عمرك أو حياتك، فكأنها عارية وليست هبة، كأنها عارية ممددة وليست هبة، فترجع إلى صاحبها. والقول الثالث أنه إن شرط رجوعها إليه فإنها ترجع إليه، فقال هذه لك مدة عمرك فإذا مت فإنها ترجع إلي، فإنها ترجع إليه عملا بالشرط. وهذا قول جمهور أهل العلم. وإن لم يشترط فإنها للموهوب له ولعقبه. هذا القول الثالث وهو التفصيل، ولعل هذا هو الأرجح.
وهو الذي يدل عليه قول جابر راوي الحديث أنه أن العمرة التي لا ترجع هي التي لم يشترط صاحبها رجوعها، وأما التي اشترط صاحبها رجوعها فإنها ترجع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. فهذا لعله هو القول الراجح في المسألة. هذه هي مسألة العمرة والركبة. نعم. أحسن الله إليك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعطيها لا ترجع للذي أعطاها، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. وقال: لما لم تقرأ هذا مع الأحاديث السابقة؟ لأنه تابع لها، الكلام عليها جميعا هو الذي قلناه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. نعم، هذا الحديث في بعض أحكام الجوار، وما يجب على الجيران بعضهم لبعض، فإن الجار له حق، له حق عظيم قد أوصى الله به في القرآن، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب الصاحب بالجنب. فجعل للجار حقا من جملة الحقوق العشرة في هذه الآية، وهو حق واجب. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله يوم الآخر فليكرم جاره. في حديث آخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. الجوار له حق. حتى العرب في الجاهلية كانوا يحسنون الجوار، لأن هذا من مكارم الأخلاق التي أقرها الإسلام وأوصى بها، وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس اليوم، يسيئون إلى جيرانهم ويؤذونهم فضلاً عن أن يصلوهم وأن يعطوهم حقوقهم، فهم مع منعهم لحقوق الجار يؤذونه ولا يراعون حقه ولا حرمته. حتى الجار الكافر له حق على المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زار اليهودي وهو في سياق الموت، وكان العلماء يكرمون جيرانهم من أهل الذمة، يكرمونهم ويزورونهم ويدعونهم عندهم لحضور المناسبات، لأكل الطعام. فهذا من محاسن هذا الدين، إكرام الجار. وهذا الحديث جاء ببيان شيء من حقوق الجار، أنه إذا احتاج الجار إلى وضع خشبة بالتاء أو خشبه بالهاء، إذا احتاج إلى وضع خشبه على جدار جاره فليس له أن يمنعه من ذلك، بل يمكنه من ذلك، لأن هذا من حق الجار على جاره. إلا إذا كان الجار، إلا إذا كان صاحب الجدار محتاجا له
فحاجة المالك مقدمة على حاجة الجار، أو كان الجدار لا يتحمل يخشى أن يسقط، لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان الجدار قويا يتحمل وصاحبه مستغن عنه واحتاج إليه جاره ليضع عليه خشبه أو خشبة فليس له منعه من ذلك، لأن هذا من حق جاره عليه بدون مقابل، بدون أن يقول ما أمكنك إلا تعطيني كذا وكذا، لا يجوز له أخذ العوض على ذلك، لأن هذا حق واجب عليه. وهذا مما يدل على محاسن هذا الدين، وأنه يحسن إلى الجيران ويوصي بحقوقهم. ولما بلغ أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث لمن حضره كأنهم لم يصغوا له أو كأنه ثقل عليهم، فقال رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، أي عن هذه السنة، ما لي أراكم عنها معرضين، أي عن هذه السنة التي بلغتكم إياها، والله لأرمين بها بين أكتافكم، وفي رواية بين أكنافكم بالنون. فهذا فيه دليل على أن العالم يجب عليه أن يبلغ ما عنده من العلم وإن كره الناس ذلك، ولا يكتم ما عنده من العلم. فقوله لأرمين بها بين أكتافكم أو أكنافكم يحتمل أمرين: الأمر الأول أنه يريد بها السنة، لأرمين بالسنة ولا أصدحن بها ولا أخشى في الله لومة لائم. الأمر الثاني أن المراد لألزمنكم بها، لأنه كان أميرا على المدينة، كان أميرا وقت ما قال هذا الحديث، كان أميرا على المدينة وكان يخطب في الناس، خلفه مروان بن الحكم صار أميرا على المدينة، فلذلك قال لأرمين بها، أي لألزمنكم بها. فهذا الحديث فيه مسائل: أولا فيه عظم حق الجار على جاره، ثانيا أنه ليس له أن يمنعه من الارتفاق، من الارتفاق بما لا ضرر على الجار فيه من جدار أو غيره، فيمكن الجار من الارتفاق بالشيء الذي لا ضرر عليه فيه. ثالثا أنه لا يجوز له أن يأخذ في مقابل ذلك عوضا أو أجرة، لأن هذا حق واجب عليه. رابعا فيه أن العالم يبلغ ما عنده من العلم ولو تثاقل الناس ذلك، فإنه لا ينظر إلى رغبة الناس وإنما ينظر إلى إبراء ذمته. خامسا فيه إنكار، فيه الإنكار على من، فيه الإنكار على من يتثاقل شيئا من أمور الشرع فينكر عليه، لأن الواجب استقبال أوامر الله وأوامر رسوله بالرضا والتسليم والاقتناع، هذا مقتضى الإيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سادسا فيه العمل بالسنة، فيه العمل بالسنة
وأنه يجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليك. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من سبع أراضين. هذا الحديث في الغصب، الغصب وهو الاستيلاء على ملك الغير قهرا بغير حق، الاستيلاء على ملك الغير قهرا بغير حق. أما إن استولى عليه بغير قهر هذا ليس غصبا، استولى عليه بطيبة نفس من صاحبه فهذا ليس بغصب، أو كان قهرا لكنه بحق، كما لو أن الحاكم استولى على أملاك شخص عليه ديون وأبى أن يسددها، فللحاكم أن يستولي على ماله ويبيعه ويسدد للغرماء، قوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. فللحاكم أن يتدخل ويمنع الظلم، فإذا أبى شخص أن يدفع ما عليه من الحق فإن للحاكم، بل يجب على الحاكم أن يتدخل ويأخذ الحق لصاحبه ولو كان هذا من باب القهر، لأنه قهر بحق، أنه قهر بحق، هذا هو الغصب. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من اغتصب شبرا، نعم، من ظلم شبرا، من ظلم شبرا، من ظلم من الأرض قيد شبر. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم من الأرض قيد شبر. من ظلم من الأرض، من ظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. فالذي أخذ شيئا من الأرض بغير حق وضع ذلك في غير موضعه، وضع الأرض في غير موضعها. وقيد شبر، قيد معناه قدر، قدر شبر، شبر الإنسان، بشبر الإنسان، وهذا من باب التنفير عن الظلم، لأن الشبر لا ينتفع به، لكن هذا من باب التنفير من الظلم، تنبيها بالأدنى على الأعلى، تنبيها بالأدنى على الأعلى. ومن ذلك تغيير المراسيم التي تفرز الحقوق، يعني يأتي شخص ويؤخرها عن مكانها من أجل أن يؤخذ جزء من أرض الجار لجاره، أو من أرض فلان لأرض فلان. وقد لعن صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض، لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرز حقوق الناس، فهذا من الظلم، لأن هذا من الظلم الذي يستحق صاحبه اللعنة، فلعنة الله على الظالمين، فالظالم يستحق اللعنة. طوقه يوم القيامة، أي جعل طوقا في عنقه، طوقا في عنقه، تعذيبا له، فضيحة له، وليس طوقا يسيرا، وإنما هو من سبع أراضين، من سبع طباق والعياذ بالله، من الأرض السفلى إلى الأرض العليا، يوسع عنقه، يوسع عنقه ويجعل طوقا في عنقه، فضيحة له والعياذ بالله. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة، فيه أولا تحريم الظلم والغصب، ظلم الناس واغتصاب أموالهم بغير حق. ثانيا
فيه أن المغتصب للأرض يطوق ما اغتصبه يوم القيامة عقوبة له، ما يقال أنه أخذه وانتهى وخلاص، هاي بيجيبه يوم القيامة، بيجيبه في موقف هائل، موقف عظيم، فلا يقال أنه خلاص أنه أخذه راح وانتهى، فالجزاء باقي، فلا يتساهل الإنسان يستعمل سلطته ويستعمل قوته ويستغل ضعف الضعيف ويحسب أن الأمور انتهت، لا، هناك موقف تعاد الحقوق إلى أصحابها، يتذكر المسلم هذا. ثانيا فيه عقوبة المغتصب للأرض وغيرها مثلها. ثالثا فيه أن من ملك أرضا فإنه يملك ما تحتها من المعادن والكنوز والأحجار، فملكه يمتد إلى ما تحتها كما أنه يمتد إلى ما فوقها، لأن الهوى له حكم القرار. رابعا فيه أن الأراضين سبع، الله جل وعلا ذكر أن السماوات سبع، هذا بنص القرآن، خلق سبع سماوات، في كثير من الآيات أن السماوات سبع، ولم يذكر في القرآن أن الأراضين سبع، لكن جاءت إشارة إلى ذلك في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وقوله مثلهن يدل على أنهن سبع مثل السماوات. وفي هذا الحديث تصريح بهذا، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، فيه أن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع. نعم. أحسن الله إليك. باب اللقطة. اللقطة هي المال الضائع، اللقطة هي المال الضائع، يقال لقطة بفتح القاف ويقال لقطة بسكون القاف، وقيل إن اللقطة خاص بالإنسان الصغير اللي ماله أهل ليلقاه يسمى لقطة أو لقيط، وأما اللقطة بالفتح فالمراد بها ما ضاع من الأموال، فاللقطة ما ضاع من الأطفال ولا يعرف له نسب، وأما اللقطة فهي ما ضاع من الأموال. من المعلوم أن دين الإسلام جاء بحفظ الأموال واحترامها وعدم ضاعتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يكره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إضاعة المال، لا يجوز للإنسان أن يضيع ماله ويتساهل في حفظه، ولا يجوز لمن وجد المال أن يتركه، بل هو مسؤول عن حفظه ورفعه لصاحبه، فالأموال محترمة، ولذلك جاء باب اللقطة للأموال الضائعة. فاللقطة تكون في الأموال، تكون في الأموال كالدراهم والذهب والفضة، دراهم والدنانير والذهب والفضة والأقمشة والأطعمة. وأما الضالة فتكون في البهائم، الضالة تكون في البهائم تسمى ضالة، ما ضاع منها يسمى بالضالة والضوال، وما ضاع من الأموال يسمى لقطة. والحديث الذي معنا الذي سنقرأه يشتمل على القسمين،
يشتمل على القسمين، على لقطة الأموال وعلى ضوال البهائم. واللقطة في الأموال تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الذي لا قيمة له، الشيء التافه الذي لا قيمة له كالتمرة والعصا الصغير والحبل الصغير، هذا لا قيمة له، هذا يأخذه من وجده وينتفع به لأنه ليس له قيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة ساقطة في الطريق فقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. فدل على أن الشيء اليسير أنه يؤخذ وينتفع به من وجده. أما الشيء الذي له قيمة تتبعه همة أوساط الناس، تتبعه همة أوساط الناس، فهذا هو اللقطة المقصودة هنا. نعم. أحسن الله إليك. في سيارة يقول: رجاء إبعاد السيارة رقم ميم حاواو 770 كامري اللون عشبي. احنا قلنا لك أكثر من مرة لا توقف السيارات في أبواب الناس وفي ممرات الناس، أو لازم تجيب السيارة عند المسجد، أوقفها في مكان بعيد. أنتم شباب والحمد لله المشي أحسن لكم بعد، لو جيتوا بلاي سيارات كان أحسن، لكن إذا جبت السيارة ما تضايق بها الناس، توقفها ولو في مكان بعيد، فلا تضايق الناس. يجون تطلبون العلم وتضايقون الناس يدعون عليكم. نعم. أحسن الله إليك. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق قال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل. هذا الحديث في النوع الأول وهو لقطة الأموال. سئل صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق وهو الفضة، الورق هو الفضة، ومثل سائر الأموال كالأقمشة والأطعمة وغير ذلك مما يتمول وينتفع به. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه الجراب أو الكيس، هذا هو العفاص. والوكاء هو الخيط، الخيط الذي يربط به فم الكيس أو الوعاء الذي تكون بداخله، لأن هذه عادة الناس، فيعرف ما هو الرباط أو إيش نوع الرباط ونوع الكيس ولونه، يسجل هذا عنده ولا يعلم به أحد، يسجله عنده ويحتفظ به المعلومات عنده ولا يعلم أحد. هذا في العفاص، فيما يكون في عفاص أو ما يكون في عفاص وموكن عليه، وموكن عليه. وكذلك مثله مما له علامة يتميز بها عن غيره يسجلها عنده، إذا كان عليه علامة يسجلها عنده ويحتفظ بها ولا يخبر عنها أحدا، ويأخذ هذه اللقطة يرفعها لصاحبها وينادي عليها سنة، يعرفها يعني ينادي عليها مدة سنة 12 شهر من وقت وجوده لها، ويكون ذلك في مجامع الناس، في مجامع الناس عند أبواب المساجد وفي الأسواق وفي المجالس اللي يجتمع فيها الناس عادة، وفي المحافل الذي يجتمع فيها الناس يعلن عن هذه اللقطة، يقول: من ضاع له شيء، من ضاع له كذا،
في محل كذا، أو يعلن عنها في الصحف اليوم أو في الإذاعة. هذا كله من التعريف الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يأخذها ويسكت عليها ويقول الإنسان صاحبه جاي بيها أعطيتها يا ولا كيف، ما يجوز له يسكت، بل لا بد أن يعرفها. وش يدري صاحبها أنها عندك؟ فإذا أخذتها فلا تكتمها، بل الواجب أن تعلن عنها، عن مكانها، ولا تبين حقيقتها وعلاماتها، هذا لا تذكره بالإعلان. فإذا جاءك خلال السنة أحد وذكر لك العلامات المطابقة فأعطها إياه لأنها ماله، أعطها إياه. أما إذا اختلف وصفه لها، هذا دليل على أنها ليست له، إذا اختلف وصفه لها فهذا دليل على أنها ليست له، فلا تعطيها إياه. لأن بعض الناس يتساهل يقول أسأل الله يجيب بس أحد يأخذه ضيقت علي، ويعطيها أي واحد يجي، ما يجوز هذا. لا تعطيها إلا من يترجح عندك أنها له، أو تتيقن أنها له. هذه لقطة الأموال. نعم، أحسن الله إليك. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. اجلس جلوس زين، الله يهديك، اجلس جلوس زين مع الأخوان. هنا سئل عن ضالة الإبل، وهي الإبل الضائعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعرض لها، لأنها ليست بحاجة إلى أنك تعرض لها، معها ما يحفظها، معها حذاءها، معها حذاؤها، وهو خفافها القوية التي تستطيع السير بها مسافة بعيدة، الله زودها بذلك، ومعها سقاؤها وهو بطنها، لأن الإبل تشرب ما يكفيها لمدة أسبوع، معها سقا كبير، الله جل وعلا زودها بذلك، فهي تتميز من بين سائر بهيمة الأنعام بهاتين الميزتين. وأيضا هي تمتنع من السباع، هي تمتنع من السباع، ليس عليها خوف من السباع، لأنها تقاوم السباع. فهذه اتركها حتى يجدها صاحبها، لأنك لو أخذتها وجعلتها في حوشك ما درى عنها صاحبها، لكن لو خليتها في البر صاحبها يبحث في البر وجدها. أما أنك تدخلها بحوشك وش أدري أنها في حوشك، ولا حاجة إلى أخذها ولا إلى إيوائها، لأنها معها ما يكفيها من الحذاء والسقاء، ومعها ما تدافع به عن نفسها بما أعطاها الله من القوة والمقاومة، فليس عليها خوف، لا يجوز لأحد أن يتعرض لها. وجاء في الحديث من آوى ضالة فهو ضال، من آوى ضالة فهو ضال، فلا حاجة إلى، لكن بإمكانك أنك تعرفها أو تعرف الوسم اللي عليها وتذكرها لمن يبحث عنها بدون أنك تأخذها، تعرف علاماتها وتعرف لونها وصفتها، وتذكر أنك رأيت بعيرا صفته كذا وكذا في محل كذا وكذا فقط. وأما الغنم، سئل عن ضالة الغنم، الغنم ضعيفة ما تدافع عن نفسها، وليس معها حذاء ولا سقاء، فإذا تركتها فهي رائحة لك ولا الغير، هي لك إن أخذتها، أو لأخيك اللي يجي غيرك ويجدها، أو للذئب يأكلها، فهي ضائعة لأنها لا تدافع عن نفسها، وليس معها حذاء ولا سقاء، فخذها وإن شئت تأكلها فكلها، وإن جاء صاحبها
فإنك تدفع له قيمتها، وإن جاء وهي حية تدفعها له، فهي بحاجة إلى الإيواء، الغنم بحاجة إلى الإيواء. فإن سهل عليك أن تحفظها مع غنمك في حوشك، إذا جاء صاحبها تدفعها له، هذا شيء طيب. وإن لم يسهل عليك أن في بر وبعيد عن البلد يشق عليك، فكلها اذبحها وكلها أنت ومن معك، وإذا جاء صاحبها تدفع له قيمتها. نعم، فهذا الحديث فيه مسائل، فيه مسائل. أولا فيه الفرق بين الضائع من الأموال والضائع من بهيمة الأنعام. ثانيا فيه سؤال أهل العلم، لأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمرين، فأجابهم صلى الله عليه وسلم وفصل لهم بما يشفي ويكفي. ثالثا فيه احترام الأموال، وأنها لا تترك ولا يتهاون بها. ثالثا فيه ما يجب على من وجد لقطة المال، لأنه يعرف علاماتها المميزة ثم يحتفظ بها، فإذا جاء صاحبها ووصفها وصفا مطابقا دفعها له. رابعا فيه عدم التعرض لضالة الإبل. خامسا فيه أخذ ضالة الغنم، لأنها لو تركت لضاعت وتلفت، لو تركت لضاعت وتلفت. ففيه فرق بين الإبل وبين الغنم. قالوا ومثل الإبل كل ما يدافع عن نفسه ويصبر، مثل البقر، البقر تدافع عن نفسها فهي ما ليس عليها خوف، وتمشي وتروح بعيد ليس عليها خوف، فهي مثل الإبل. ومثل الغنم ما كان في حكمها من صغار الإبل وصغار البقر الذي لا يدافع عن نفسه، هذا حكم الغنم. نعم، أحسن الله إليك. كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية، وهي أن يوصي بشيء، أن يتبرع، وهي أن يتبرع بشيء من ماله في حدود الثلث فأقل بعد موته في وجوه الخير، في وجوه الخير، ليبقى أجره له بعد موته. هذه هي الوصية، سميت وصية من الوصل، من الوصي، وهو الوصل، لأنه وصل ما قبل الموت بما بعد الموت، وصل ما قبل الموت بما بعد الموت. والوصية على قسمين: وصية واجبة ووصية مستحبة. وصية الواجبة أن يوصي بما له وما عليه من الحقوق وما عنده من الودائع، أن يوصي به حتى لا يضيع بعد موته، أو إذا سافر، إذا أراد السفر والسفر عرضة للهلاك، عرضة للخطر، فيوصي بما عنده وما له وما عليه لئلا يضيع على أصحابه. هذا واجب، وهذا هو الذي جاء به الحديث الأول الذي سيأتي: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. أما الوصية المستحبة فهي أن يتبرع بشيء من ماله بعد موته، وهذا له ضوابط تأتي إن شاء الله. هذه مستحبة وليست واجبة. نعم، أحسن الله إليك. كتاب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين
إلا وصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم: عمر فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا ووصيتي عندي. نعم، في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم، يعني لا يجوز له ولا يليق به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر رضي الله عنه: منذ سمعت هذا الحديث ما بت إلا ووصيتي مكتوبة عندي، عملا بالحديث. فهذا هو الذي في الوصية الواجبة، أن يوصي بما له وما عليه وما عنده من الودائع للناس، لأنه لو لم يوصي بها ضاعت. ففي هذا الحديث وجوب الوصية. في هذا الحديث أولا تذكر الموت، وأن الإنسان لا يستبعد الموت، ما يقول أنا توي أنا شاب أنا متعافي، ما يستبعد الموت، أنا لست في خطر، ما يستبعد الموت أنه يأتيه في أي لحظة. فلذلك يبادر بإبراء بما يبرئ ذمته من حقوق الناس. ففي هذا تذكر الموت والعمل للاستعداد له. ثانيا فيه وجوب الوصية بما له وما عليه. ثالثا فيه التوثيق بالكتابة، ما يكفي أنه يقول لفلان ترى عندي كذا، ولا يوثق بالكتابة، لأن الكتابة هي أوثق شيء، فيوثق بالكتابة الشرعية حتى لا تضيع حقوق الناس وتشغل ذمته بعد الموت. رابعا فيه عمل مبادرة الصحابة رضي الله عنهم بالعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع هذا الحديث بادر بالعمل به، فكان يكتب وصيته عند نومه عملا بهذا الحديث. هذا في الوصية الواجبة. الوصية المستحبة يأتي فيها الحديث. نعم، أحسن الله إليك. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ نعم. قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. نعم، هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة كما سبق.
من السابقين الأولين إلى الإسلام، أنه في حجة الوداع السنة العاشرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أصابه مرض وهو في مكة، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، جاءه صلى الله عليه وسلم يعوده من مرضه، فسعد بن أبي وقاص سأل النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الوصية ماذا يصيبه، ومن جهة هل إنه سيموت في مكة. يا أخي تسنى، الله يهديك، اجلس مع الناس واعتدل، أو بتنام كذا. سبحان الله. نعم، سأله هل يخلف عن أصحابه، يعني هل يموت في مكة مع أنه قد هاجر منها، وهم يكرهون أن يموتوا في البلد الذي هاجروا منه، لأنهم تركوه لله عز وجل، تركوه لله عز وجل. فسعد يكره أنه يموت في مكة وهو قد هاجر منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم طمأنه لأنه لن يموت في مكة، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأن الله أطلعه على أن سعدا لا يموت في مكة فأخبره بذلك وطمأنه، بل أخبره أنه سينفع الله به، أنه سيمدد له في عمره وينفع الله به أقواما ويضر به آخرين. هذه بشارة ثانية، أولا أخبره أنه لن يموت في مكة، وثانيا أن الله سينفع به المسلمين ويضر به الكفار. فهذا الحديث عظيم ويدل على مسائل عظيمة. مسألة الأولى فيه عيادة المريض، وعيادة المريض من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، وأن يتبع جنازته ويشيعه إلى المقبرة، من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. وأن الأكابر يزورون من دونهم، وولي الأمر يزور أفراد رعيته. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر وهو الإمام، زار سعدا رضي الله عنه. وثالثا فيه سؤال أهل العلم، لأن سعدا استغل الفرصة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة المهمة. الذي يتعلق بالباب منها هو الوصية. قال سعد رضي الله عنه: إن له مالا كثيرا ولا يرثه إلا ابنة له. معلوم أن البنت لها النصف والباقي وين يروح؟ هذا في وقت مرضي، لكنه رضي الله عنه جاءه أولاد بعد ذلك، وأنجب. لا يرثني إلا ابنة لي، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: فالشطر، يعني النصف، أوصي بنصف مالي؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. فدل على أن دل هذا على مشروعية الوصية بالمال وأنها مستحبة، ودل على مقدارها وأنها تكون في حدود الثلث فأقل، ولا تزيد على الثلث، فإن زادت فإنها لا تصح إلا برضا الورثة بعد الموت. أما إذا كانت في حدود الثلث فأقل فإنها تمضي، وليس للورثة اعتراض عليها. ثم بين صلى الله عليه وسلم العلة التي من أجلها أوصاه بالتقليل من الوصية. قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة
يتكففون أي يسألون الناس عالة يعني فقراء، فدل على أن المال الذي يخلفه الميت لورثته له فيه أجر، له فيه أجر لأنه نفعهم ووسع عليهم فله في ذلك أجر، خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ودل أيضا هذا الحديث على علم من أعلام النبوة، وهو أنه أخبر سعدا أنه لن يموت وأنه سيؤخر له في أجله وأنه سينفع الله به أقواما ويضر به أقواما، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فإن سعدا لم يمت في مكة بل طال عمره وجاهد في سبيل الله وفتح الفتوح رضي الله عنه ونفع الله به المسلمين وضر به الكفار، ينفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين وهم الكفار، وذلك بالجهاد في سبيل الله، لأن سعدا رضي الله عنه كان قائدا من قواد الجهاد في خلافة الخلفاء الراشدين. فهذا فيه علم من علام النبوة، وفيه أن النفقة التي ينفقها الإنسان وهو حي اللي خلفه له فيه أجر، واللي ينفق في حياته له فيه أجر، ينفق على نفسه وعلى أولاده حتى ما يجعله في امرأته، مع أن نفقة امرأته واجبة عليه لكن له فيه أجر لأنه بذلك يغنيها، لأنه بذلك يغنيها عن الناس، فله أجر على النفقة الواجبة، فما بالك بالنفقة المستحبة. فهذا فيه دليل على أن ما ينفقه الإنسان مبتغيا به وجه الله أنه يؤجر عليه، وأن ما يتركه لورثته أنه يؤجر أيضا عليه، ولا يضيع له شيء عند الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لكن البائس سعد بن خولة، لأن سعد بن خولة من المهاجرين، ولكنه توفي في مكة، توفي رضي الله عنه في مكة، فحصل عليه شيء من النقص لكونه لم يمت في بلد الهجرة وإنما مات في البلد التي هاجر منها. البائس معناه الفقير، معناه الفقير. يرثي له رسول الله، يعني يتأسف عليه رسول الله أن مات بمكة، لأن هذا فيه نقص عليه في أجره. ثم قال: اللهم أمضي لأصحاب هجرته، دعا صلى الله عليه وسلم لأصحابه في أن يمضي لهم هجرتهم التي هاجروها وأن يتمها لهم ولا تردهم على أعقابهم. فهذا فيه حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على نفع أصحابه وبر أصحابه، نعم، وأنه يريد لهم الخير، نعم. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك. في الحديث دليل على أنه إذا كان في الحديث دليل على أنه كل ما نقصت الوصية عن الثلث فهو أفضل، لكن الثلث هي الحد الأعلى وإن نقص فهو أحسن. وفيه دليل على أن إذا كان مال الإنسان قليل فالأولى إلا يوصي، إذا كان مال الإنسان قليلا فالأولى ألا يوصي بل يترك المال للورثة ولا يضايقهم بالوصية، أما إن كان المال كثيرا ولا يتضايقون فإنه يوصي منه، وذلك كما في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، إن ترك خيرا وهو المال الكثير، دل على أن الذي يترك مالا قليلا لا تستحب له الوصية، نعم. أحسن الله إليك.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. نعم، هذا فيه فقه ابن عباس رضي الله عنه وفهمه، فإنه فهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، فهم منه أنه يريد صلى الله عليه وسلم أن يقللوا الوصية وأن يخفضوها، أن يخفضوها عن الثلث، هذا هو الأفضل، أن يوصي بالخمس، يوصي بالسدس، يوصي بالربع، هذا أفضل من الإيصاء بالثلث. الثلث جائز، لكن أنه يكون أنقص من الثلث هذا أفضل. نعم، أحسن الله إليك. كتاب الفرائض يكفي. أحسن الله إليك. يقول السائل: يوجد على بعض أبواب المساجد أوراق يكتب فيها من وجد كذا وكذا فليسلمها إلى كذا وكذا، فهل يعتبر هذا من تعريف اللقطة أم لا؟ هذا من تعريف اللقطة، لكن إن كان داخل المسجد فهو حرام، لا يجوز إنشاد الضالة بالمسجد ولا الإعلان عنها داخل المسجد. أما إن كان خارج المسجد من الخارج على الجدار الخارجي أو على الباب الخارجي مما يلي الشارع فلا بأس بذلك، ولكن كونه يبتعد عن هذا أحسن، لأن الناس تساهلون في هذا، وكونه ما يجعل الإعلانات على المسجد أفضل وأبعد عن تساهل الناس في ذلك. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: من رأى لقطة ثمينة في الشارع أو في المسجد أو في أي مكان، هل الأفضل تركها أو أخذها للتعريف، علما بأني كسول في كثير من الأمور؟ هذا بحسب حال الشخص، إن كان الشخص يأتمن نفسه، يثق من نفسه حفظ اللقطة فإنه يأخذ، أما إذا كان لا يثق من نفسه فإنه يتركه، أو أيضا إن كان يعرف من نفسه أنه سيصبر على التعب وعلى التعريف يأخذها، أما إن كان يعرف من نفسه أنه ما يصبر ولا فيتركها، هي عهدة. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجزئ في عصرنا هذا تسليم اللقطة إلى الشرطة؟ إذا كان الولي الأمر عمدهم لهذا الشيء والناس يعرفونهم يروحون لهم، من ضيع شيء يروح لهم، ما في بأس إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يعرف بضالة الغنم أو يأخذها له فقط؟ ما ورد أنه يعرف الغنم، إن كانت في محل هلاك يأخذها كما سبق، أما إن كانت في البلد فلا يتعرض لها، يعني اللي في البلد ما عليها خوف، يجي صاحبها ويأخذها من الشارع أو من أي مكان. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا رأى الرجل اللقطة ولم يأخذها فهل عليه شيء؟ ليس عليه شيء، ما هو مسؤول عنها إلا إذا أخذها، إذا أخذها صار مسؤولا عنها، أما إذا تركها ليس مسؤولا عنها. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا خشي الإنسان من أداء اللقطة إلى صاحبها، إذا خشي الإنسان من أداء اللقطة إلى صاحبها وصعب عليه حفظها، هل يخرجها من عنده؟ ما فهمت السؤال، أعد السؤال. أحسن الله إليك. يقول: إذا خشي الإنسان من أداء اللقطة إلى صاحبها وصعب عليه حفظها، هل يخرج؟ عجبنا عن هذا السؤال، قلنا إذا كان ما عنده استعداد للقيام بأحكام اللقطة يتركها، أما إذا كان عنده استعداد فيأخذها، هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: جامعت زوجتي آخر أيام الطهر وأثناء الجماع
نزل منها دم، دم الحيض، هل أنا آثم في هذه الحالة؟ نعم، إذا جمعتها في وقت الحيض عليك التوبة إلى الله وعليك الكفارة، وهي مقدار مثقال من الذهب أو نصفه، تسأل الصيارفة ما يعادل المثقال من الذهب أو نصف المثقال تصدق به. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز للحائض قراءة القرآن من أجل الحفظ أو المراجعة؟ لا، لا يجوز للحائض عند جمهور أهل العلم أن تقرأ القرآن مثل الجنب حتى ينقطع الحدث وتغتسل، ولا الحمد لله، يعني حفظ القرآن ما يفوت، حفظ القرآن ما يفوت، إذا طهرت واغتسلت تقرأ القرآن وتحفظ. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل لابد من استحضار النية في النفقة على الزوجة والأولاد حتى يكون للإنسان أجر؟ لا شك، كل عمل تريد به الأجر لا بد من النية، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا دخل شخص مع الإمام في الصلاة وكان الإمام في التشهد الأخير، فإذا وجد جماعة أخرى، فهل يجوز لهذا الشخص أن يقطع الصلاة التي هو فيها ويدخل مع الجماعة الثانية ليدرك فضل الجماعة؟ القطع لا يقطعها، لكن يكملها نافلة ويخففها، يكملها نافلة ويخففها ويسلم ويدخل مع الجماعة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا أوصى الرجل بكل ماله ولم يأذن الورثة، فما الحكم؟ ترد إلى الثلث، ترد إلى الثلث، فلا لما يجاز الزايد يرد إلى الثلث. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هناك بعض البنوك يشتري لك المنزل الذي تريده ويكتب الصك باسم المشتري، ولكن يرهن الصك بأن لا يباع حتى توفي بالسداد. هي لا بأس من جهة الرهن والشراء، ما في بأس، لكن أموال البنك ما هي بسليمة، فيها ربا وفيها شر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كان الشفعاء أكثر من شخص وأراد بعضهم أن يسقط، ثم أيضا كونهم يشرونه لك، هذا معناه أنه ما شروه لهم ولا تملكوه، وإنما شروه لك ودفعوا قيمة قرض في ذمتك ويأخذون زيادة، فهو ربا، هذه معاملة ربوية. أما لو كان البيت لهم من الأصل وموجود عندهم وباعوه عليك، عاد يبقى مسألة أصل مالهم وفي ربا وفي. على كل حال، الابتعاد عن البنوك لا شك أنه أبرى لذمة المسلم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كان الشفعاء أكثر من شخص وأراد بعضهم أن يسقط حقه في الشفعة، فهل تسقط في حق الباقين؟ إذا أسقط بعضهم حقه انتقل إلى الآخر، فالآخر يأخذ الشخص كله ويشفع فيه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل تبرأ ذمة المحيل من الدين إذا أحال على مليء؟ نعم، إذا أحال على مليء برئت ذمته، تحول الدين من ذمة إلى ذمة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل هناك فرق بين العلة الطعمية والوزنية؟ الطعمية اللي يعد طعام، والوزن هذا المعيار، مكيال أو الميزان. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: أهل الكبائر الذين يجاهرون بالكبائر ويدعون الناس إليها وإلى فعلها،
فهل إذا ماتوا ولم يتوبوا هل يستغفر لهم ويدعى لهم بالرحمة؟ نعم، ما داموا ليسوا على الشرك والكفر بالله، إنما هو دون الشرك ودون الكفر الأكبر، إنهم مسلمون يدعى لهم ويستغفر لهم. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأصحاب الكبائر مؤمنون ناقص الإيمان، فيدعى لهم ويستغفر لهم ويصلى عليهم، يعاملون معاملة المسلمين. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا جاء شخص وقال هذه اللقطة لي لكني نسيت أوصافها. إيه، لا، نسي أوصافها خله يروح، ما لك شيء. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل تطويق الأراضي اليوم في بعض الأمكنة يعتبر من الغصب، وكذلك من يأخذ أراضي في الصحراء غير مملوكة؟ كيف؟ يقول: هل تطويق الأراضي في بعض الأمكنة يعتبر من الغصب؟ تطبيق الأراضي، كيف تطبيق الأراضي؟ يعني الأعطيات، المنح، تطبيق المنح. لا، وضع شكوك. تطويق، تطويق. اي نعم، تقول تطبيق أنت. تطويق ما الآن ممنوع، ما يجوز إلا بإذن ولي الأمر. الآن لما حصلت الفتن والشرور والقتل والقتيل بين الناس، منع ولي الأمر أن أحد يستولي على أرض الموات إلا بمنحة من ولي الأمر، قطعا للفتنة والشر والشقاق. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا وجد الإنسان مالاً وفيراً وأخذه. إذا إيش؟ يقول: إذا وجد الإنسان مالاً وفيراً وأخذه، فكان معه سنين، فهل عليه صدقة أم لا؟ عليه زكاة يعني؟ نعم؟ إيه نعم، كذا يبدو. إيه، يزكى، لأنه على ملك صاحبه، فيزكى. إذا وجده صاحبه وأعطي له حسب السنين اللي مرت عليه. لا، هذا يعتبر من المال الضائع، ما عليه زكاة إلا في السنة التي قضى له فيها. السنوات اللي كان ضائعاً فليس عليه زكاة، لأنه ما يدري يجي ولا ما يجي، فلا عليه زكاة إلا السنة التي يقبضه فيها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل من إنشاد الضالة في المسجد تعليق المفاتيح أو بطاقة الأحوال أو الأموال؟ إنشاد الضالة أن يصوت، يقول من رأى، من شاف كذا، من هذا إنشاد الضالة، رفع الصوت. أما وضعها على الأرض أو في مكان أو على لوحة، هذا ليس إنشاد لها، وإنما هو عرض لها لعل صاحبها يأتي ويأخذ. هذا إذا كانت وجدت في المسجد. أما أنك تجيب الأموال اللي خارج المسجد وتضعها في المسجد، هذا لا يجوز. لكن شيء طايح في المسجد، ما فيه مانع أنك تبرزه على لوحة أو على شيء، علشان أو تعلقه مسمار علشان صاحبه يشوف. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا كان تعريف اللقطة يتطلب مبالغ مالية كالإعلام في الصحف، فهل يجوز الأخذ من اللقطة للتعريف بها؟ لا، هذا واجب عليك أنت، واجب عليك أنت، التعريف واجب عليك، فنفقته عليك. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل من مناسبة في إيراد المؤلف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في غرز الخشبة في كتاب البيوع؟ ما هو في كتاب البيوع يا أخي، صح النوم، أين هو كتاب البيوع؟ نحن في أبواب بعد كتاب البيوع كثيرة، وهو قال باب العمرة وغيرها، قال وغيرها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل التزام الكلام من خطيب الجمعة بعد الصلاة مشروع؟ نعم. يقول: هل التزام الكلام من خطيب الجمعة بعد الصلاة مشروع؟ التزام إيش؟ الكلام. كيف التزام الكلام؟ التزام الكلام بعد إيش؟
من خطيب الجمعة بعد الصلاة مشروع؟ لا تبكي، الخطيب وغيره اللي بيتكلم يتكلم، ما في مانع، ما هو بس الخطيب، كل اللي يتكلم حاجته ما يخالف. إذا قضيت الصلاة فانتشروا بها وابتغوا من فضل الله، اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، تكلموا، لكن لا تكلموا بغيبة ولا نميمة ولا سباب ولا شتم، تكلموا بكلام مباح ما في مانع. نعم، الكلام إنما يحرم حال الخطب. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الخمسة أو العشرة ريالات، هل الخمسة ريالات أو العشرة السعودية تعتبر من اللقطة الجائز أخذها؟ لا، يعني الجائز تملكها لا، لأن الخمسة لها قيمة، تشتري بها شيء، لكن اللي ما تشتري به شيء ولا له قيمة هذا هو اللي، نعم، أما الخمسة هذه لها قيمة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل تنصحون بقراءة كتاب الروح للإمام ابن القيم رضي الله رحمه الله؟ لطلبة العلم، نعم، في علم غزير وفيه أشياء مؤاخذات، لكن المبتدي ما يصلح له، يصلح لطالب العلم اللي يميز بين الصحيح وغير المناسب. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل هناك فرق بين الاستعانة والتوكل؟ الاستعانة طلب العون، والتوكل تفويض الأمور، في فرق، تفويض الأمور إلى الله والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، هذا التوكل. أما الشيء، نعم، العبارة الأخرى، التوكل، لا، الاستعانة، الاستعانة طلب العون، دعاء، تطلب من الله يعينك، أما التوكل فهو تفويض الأمر إلى الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم قول الوالد لابنه: أنا رب نعمتك؟ ما يخالف، الرب إذا أضيف ما يخالف، لكن الرب المطلق هذا لا يجوز، أما أنا رب الدار، أنا رب السيارة، ما في مانع. نعم، يعني صاحبها، ربي معنى صاحب. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يكفر الإنسان إذا ذهب إلى ساحر وطلب منه أن يسحر فلاناً؟ نعم، لأنه رضي بالسحر، لأنه رضي بالسحر وأقره، فيكفر بذلك والعياذ بالله. وأيضاً مع كفره يضر الناس ويعتدي عليهم. نعم. وكذلك يقول: ما الحكم إذا طلب الإنسان من إنسان آخر أن يذهب إلى ساحر ليسحر فلان؟ كذلك، كله سواء، كلهم شركة شر. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: كل قرض جر نفعا، هل هو حديث أم قاعدة؟ حديث، 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 لكنه ضعيف، ولكن إجماع العلماء على هذا وجعلوه قاعدة، أجمعوا على أنه قاعدة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا وجد الشخص عند القمامة شيئا ثمينا أو شيئا ينتفع به، فهل يأخذه أو يتركه؟ لا، ما يأخذ، إذا كان ثمين هذا الدليل على أنه ألقي خطأ، أنه ظهر مع القمامة خطأ، ما يمكن شيء ثمين يلقونه، هذا، هذه لقطة. نعم، خرجت مع القمامة خطأ، من باب الخطأ. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: وأيضا القمامة أهلها معروفون، أهلها معروفون، فتذهب به إليهم ولا تسمى لقطة، هذه ما تسمى لقطة، لأن أهله صاحبها معروف، وصاحب البيت أو المكان القريب، فصاحبها معروف، ما هو لقطة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: في المنازل الحديثة يأخذ الجار من جاره الجديد الملاصق له في المنزل بعض المال مقابل السور الذي بناه من قبل بينهما، فهل يصح أخذ هذا المال؟ ما في مانع، إذا كان يبي يشركه بالجدار
أجدار ملك لواحد ويأخذ من الثاني اللي يسمونها المبانات ويكونون شركاء في الجدار، ما في مانع. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل دفع ما يسمى بالعربون داخل في بيع السلم؟ لا، جاء داخل في بيع الخيار، ما هو في بيع السلم. العربون يدخل في بيع الخيار. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.